سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. في الفيديو إن شاء الله غادي نصوبوا قريصات مالحين بالفلفلة والطون. بالنسبة للمقادير نحتاجوا 2 معالق كبار من الخميرة الفورية، بيضة، الملح والإبزار بالنسبة للعجين، كاس من الزيت، كاس من الحليب يكون دافي، وكاس من الماء يكون دافي شويه. وعندنا الدقيق حسب الخليط. اما بالنسبه للحشوه عندنا الفلفله صفراء، الفلفله خضراء، والفلفله حمراء، وعندنا بصله مقطعه مشولده بحال هكا، بصله وحده، والطون، وكذلك عندنا فرماج محكوك، وهذا الفرماج المربع. اذا غنبداو على بركه الله طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غناخذوا بيضه كامله، غنضيفوا لها الملح والابزار، وغنضيفوا لها كاس من الماء عبارة كيسان العنبه، كذلك كاس من الحليب، السوائل بثلاثة، كاس من الزيت، كذلك بعبار كيسان العنبة، ونخلطو مزيان. ومع التحراك غنضيفو 2 معالق كبار من الخميرة الفورية. نخلط جيدا حتى تذوب ليا الخميرة. إذن هادو هما المكونات ديال العجين، بقى لينا غير نضيفو الدقيق شوية بشوية. بالنسبة للدقيق حسب الخليط تجمع لينا العجين. غنبداو نضيفو الدقيق شوية بشوية، دائما الدقيق حسب الخليط وحسب النوعية ديالو، حسب نوعية الخليط. حسب نوعية الدقيق دان غنجمعو العجين. دابا نبدا نجمع العجين باليد ديالي. إذا نجمع العجين ونرجع لكم ان شاء الله بعد قليل. رجعت لكم اعزائي المشاهدين بعد ما جمعت العجين. كما كتشوفوا خفيفه العجينه، ما تكونش قاصحه بزاف. عفوا، نخليوها نغطيوها مزيان، نخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها، ونرجع لكم ان شاء الله. فهاد الاثناء غنصوبوا الحشوه. لتحضير الحشوه غناخذ مقله، غندير فيها القليل من الزيت، غنخليه يسخن شويه باش نضيف البصله. بالنسبه للمطاط كيبقى اختياري انا، كندير كنشحر به البصله بعد ما يسخن الزيت، كيعطي مذاق لذيذ بزاف. اذا غنضيف البصله، ثم نضيف ملعقة صغيرة من المطر، ونخلي البصلة تشحر، نقص عليه البوطة شوية،
نغطي عليه حتى يطيب شويه، تطيب البصله شويه، عاد نضيف ليها الفلفله. بعد ما هرات شويه البصله نضيف ليها الفلفله الالوان. الا ما عندكمش الفلفله الاحمر والصفراء ديروا غير الخضراء. الفلفله كتعطي مذاق زوين بزاف المملحات. اذا غنخلطوا جيدا وعاد نضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل غندير الملحه، قليل من الملح حسب الذوق. ابصار الكركم خرقوم وكذلك التحميره. صافي نخلط كل شيء. غنضيف ليه القليل من الماء ونسد عليه، عفوا نغطيه باش يطيب، باش تطيب الفلفله مزيان مع البصل. واحد كاس كبير ديال الماء، ما يكونش كبير بزاف. ونغطيها باش تطيب. اعزائي المشاهدين، رجعت لكم بعد ما خمرات لنا العجينه ضعف حجم ديالها. دابا غنحيدو منها الهواء بهذه الطريقه. والان غادي نقطعوهم دوائر، نقطعو العجينه دوائر صغار. نوضعوها جانبا. هل تقطعت على المسمن؟ بعد ما طابت لنا الفلفله غنضيف لها دابا الطون، دفات عليها البوطه وغنضيف الطون. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للحشوه صافي دفات عليها وزدت لها الطون. غنبداو نعمرو الكريسات، غنكرصوهم وندير واحد الطريف من الفرماج ومعلقه من الحشوه، وغنديرو فوق منها الفرماج محكوك، ونبداو كنجمعو بهاد الطريقة. صافي نديرو وحدة أخرى. غنديرو نفس الطريقة، نقرصوها شويه ونضيفوا لها الفرماج مربع، شريحة، ملعقه من الحشوه والفرماج احمر. اذا اعزائي المشاهدين غنكملوا الكريسات كاملين ونرجع لكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد ما كملنا الكريسات دابا غادي ندهنوهم بالبيض.
طررت بيضه وزدت لها شويه ديال الخل باش يحمر مزيان الكريسات من فوق. بعد ما سخن الفران غادي نكملوا الدهين وغادي ندخلهم ان شاء الله، وموعدنا ان شاء الله بعد ما يطيبوا لنا الكريسات بالطون والفلفله. تلاقوا بعد قليل. سيداتي وسادتي، وصلنا لنهاية الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات مالحين بالفلفلة والطون. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وخليو لنا التعليقات ديالكم. ما تنساوش تدعمونا باللي لايك وبتبارطاجيو وكذلك لي كومونتير. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله. بسلامه.